برضو اكتر على اخبار بعثتنا في الدوحه. بينضم لينا دلوقتي زميلنا المتالق محمد طه مراسل قناه اون تايم سبورتس. محمد طه يا مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا شيما ومساء الفل على كل مشاهدينا. ويعني خليني اقول لك ان احنا هنا في الدوحه على طول من صفاره نهايه مباراه الامس بنستعد سريعا لمباراه الجزائر، المباراه اللي الكل بينتظرها حتى الجماهير. خليني ابدا بالجماهير واوجه لهم كل التحيه على اللي عملوه امبارح في ملعب المباراه، ملعب 974. الجماهير امبارح كانت موجوده بعدد كبير جدا في المدرجات، والهتافات كانت امبارح بترج ارجاء الاستاد. كل لاعب امبارح نال تحيه باسمه لوحده، وطبعا اللعيبه راحت للجماهير وحيتهم، فيعني وكمان وجهوا لهم الشكر في لقاءاتهم بعد المباراه. فبالتالي يعني خلينا نوجه كل التحيه للجماهير اللي لازالوا مستمرين. خلاص التيكتس كلها اتباعت لماتش الجزائر، وخلاص العدد كله هيكون موجود. الملعب اللي هيستضيف ملعب الجنوب اللي هيستضيف في مباراة مصر والجزائر 40,000 مشجع، يمكن اعتقد هيكون يعني على كامل الملعب هيكون موجود، كله بيستعد عشان يعني يتعمل الريكفري سريعا. النهارده راحه ويوم هادئ تماما، ما فيش اي حاجه من الصبح غير بس النزول للفطار والغدا، ما فيش اي حاجه. اجتماع كيروش مع جهازه الفني اكتر من 3 مرات لحد دلوقتي من الصبح عشان يناقشوا كل حاجه في خصوص مباراه الجزائر. مفروض بعد ساعه من دلوقتي هنتحرك من مقر الاقامه لملاعب سباير اللي بتبعد حوالي 10 دقائق وربع ساعه من مقر الاقامه عشان التمرين اللي هيكون النهارده، واللي الحمد لله هيكون بيشارك فيه حمدي فتحي، وده برضو من الاخبار الكويسه انه بيعود مره اخرى لله. لكن مش هيشارك في كامل التمرين، هيشارك لمده ساعه بس. وتمرين بكره ان شاء الله هيكون بيشارك بشكل يعني كامل باذن الله. قرار بقى وجوده في المباراه او عدمه ده هيكون من خلال الجهاز الفني، اللي يعني اعتقد ان الناس كلها راضيه عن ما قدموه اللاعبين في المباراه السابقه. خليني كمان اتكلم عن اللفته الانسانيه اللي عملوها لاعبي منتخب مصر من حوالي ساعتين، يمكن النهارده كلهم اتجمعوا. عامل المهمات ومدير المهمات بالمنتخب عم عبد الله اللي توفى شقيقه ووصل له الخبر وهو في الدوحه. اللعيبه النهارده كلها اتجمعت من حوالي ساعتين وادوا واجب العزاء ل يعني واحد من الناس اللي ليها يعني فتره طويله في منتخب مصر ومن الناس المخلصين جدا حقيقي في منتخب مصر، هو ومحمود وعم احمد ويعني كل الناس الموجوده. والله مش عايز انسى حد هنا في خليه نحل جوه معسكر الاقامه، لكن حقيقي مش عايز انسى حد، والدكتور وكل الجهاز الطبي، ومعذره لو نسيت حد، لكن حقيقي هنا والله كلهم يستحقوا التحيه. اللعيبه بتبقى مستريحه ونايمه وفي وقت الراحه وهم شغالين على طول، حتى لو في ماتش في ناس ثانيه بره او في الاوتيل او في الملاعب بتجهز كل حاجه. يمكن من شويه اتحركوا كل الجهاز، نص الجهاز الفني وبعض الاداريين، عشان بيتم تحضير الملعب، لان زي ما انت عارفه تحضير الملعب بيبقى قبل التمرين، لان احنا لنا وقت مخصص لازم اللعيبه اول ما توصل على طول تبدا التمرين. طيب فهم اتحركوا من شويه واحنا هنتحرك بعد شويه للميران اللي هيكون مفتوح للاعلامي. منتخب الجزائر واستعداداته للقاء، يمكن الجانب الجزائري الجانب الجزائري يعني بيستعد بشكل كبير طبعا لهذه المباراه. هنا المباراه واخده حيز كبير جدا على فكره، يعني بعيدا عن باقي المباريات، في مباريات اخرى تانية موجوده في البطوله، لكن الاكثر مباراه واخده حيز كبير جدا وواخده اهتمام كبير سواء اعلامي او سواء حتى من الجماهير او سواء الشارع هنا في الدوحه من جنسيات كثيره مختلفه مقيمه في الدوحه، واخده اهتمام كبير جدا. الجانب الجزائري يمكن لحد دلوقتي هو المفروض النهارده مرن برضو تقريبا في نفس الموعد، تمرينه لسه هيكون مغلق، لكن بكره هيكون في تمرين سريعا من اخبار